طيب the correct answer is perforation. Acidic fluid is normally sterile and any growth of organism is indicative of infective pathology. أصلا الأسيتيك فلويد sterile، ما فيه كلير، ما فيه شيء، لكن لو لقينا فيه أي microbes معناه شنو؟ infection. Mixed growth suggests a large accumulation of microorganisms into abdominal cavity. Which make perforation the most likely causes. The spontaneous peritonitis occur with the bacterial translocation across the bowel and can usually identify a single species of normal gut flora as pathogen. While urosepsis might be considered the source of urinary pathogen such as Proteus mirabilis. هو المفروض في قصده في السبونتينيوس بروتونايتس بيبقى ايه بقى اللي احنا بنشوفه؟ كنا بنشوف بنشوف البكتيريا حقة الفلورا. هو في الأساس الاي الأسيتيك كولاي فلويد في يعني الغالب ما فيه أي بكتيريا. وبعديها البروتيوس. كولاي تمام. والبروتيوس تمام. اما لما أيوه البروتيوس دي في اليوريسبسيس، في اليورانري باسوجين اللي هو اليورانري باسوجين من القفل تمام حلقها في اليوريسبسيس. تمام يبقى يا اما الايكولاي يا اما البروتيوس، بينما ده هيبقى ميكسد اللي هو اللي جاي بقى من باول يعني حسب. ايوه الاسيتيك فلويد كلير ما فيه ولا شيء ولا بكتيريا. لو بقت سبونتينيوس بروتونايتس معناها حتبقى البكتيريا اللي فيه حتكون غالبا بتكون واحده وبتكون حقه الجت فلورا نفسها. لو لقيناها ميكسد معناها برفوريشن، لو لقينا كميه من البكتيريا معناها برفوريشن. طيب الموضوع ده برضو قرأناه نعديه ولا نقرأه مرة تانية نشوف الكوزز احنا قلنا ايه عشان نحفظها، نقوله بس الكوزز كده تقسيمه. خلاص تمام. The causes of ascites can be grouped into those with serum acetic albumin gradient less than 11 gram per liter or gradient more than 11 gram per liter. Table below serum acetic gradient أكثر من 11 indication of indicate portal hypertension. لما يكون أكثر من 11 معناها شنو؟ portal hypertension, cirrhosis, alcoholic hepatitis, cardiac ascites, mixed ascites, massive liver metastasis, fulminant hepatic failure, body dry syndrome, portal vein thrombosis, vein occlusive disease, myxedema, fatty liver of pregnancy. يعني الأكثر من 11 ده كله ليفر ليفر ليفر، يعني حاجات لها علاقة بالليفر سيروزيس، اللي هو إذا كان سيروزيس اللي هو إذا كان يعني سببه هيباتايتس الكحوليك هيباتايتس ولا كاردياك أسايتس ميكس أسايتس ليفر ميتاستيسيس بولمنت هيباتيك فيليا. يعني دي كم هيباتيك؟ الكحوليك هيباتيك ماسيف ليفر ميتاستيسيس بولمنت هيباتيك فيليا بادي كراي، دي برضه ليها علاقة بالليفر فيليا لأنها بورتال فين ثرومبوزيس برضه صح؟ والبورتال فين ثرومبوزيس نفسه تمام، والفاتي ليفر بتاعت البريجنال بات كاري كانت بره الليفر، الفيزلز اللي بره الليفر، والفينو اوكلوسيف تقريبا ولا كان العكس؟ الفينو اوكلوسيف كان فرقه بين البات كاري ايه؟ كان الفينو اوكلوسيف في البرانشز اللي بره، البات كاري بين في الليفر نفسه. البوتيكلاري عبارة عن ثرومبوزيس، أنا ما متذكرة كويس، لكن هو برضه هما الاثنين ثرومبوزيس. في البورتال فين الاثنين نفس الشيء تقريبا بس البات كاري في تقريبا. المكان الكبير والفين اوكلوسيف في البرانشز. الفيزا الصغيرة صح؟ والمايكزيديما تمام. أما الثاني لو كان أقل، لو كان أقل باول أوبستراكشن أو أيوه لو كان أقل من 11 بروتونيال كارسينوماتوزيس توبركولوس بروتونايتيس بنكرياتيك اسايتيس باول اوبستراكشن بيلاري اسايتيس بوس اوبراتيف ليمفاتيكلي سيروسايتيس ان كونكتيف تيشو ديزيز.
management reduced their dietary sodium. Fluid restriction is sometimes recommended if the sodium less than 125. Aldosterone antagonist, example is spironolactone. Loop diuretic are often added. Some authority only add loop diuretic in patients who do not respond to aldosterone agonist. Where other authorities suggest starting both type of diuretic on the first presentation of ascites. Drain of tense ascites, therapeutic abdominal paracentesis, large volume of paracentesis for treatment of ascites require albumin cover. Evidence suggests this is reduced paracentesis, induced circulatory dysfunction and mortality. Paracentesis induced circulatory dysfunction can occur due to large volume paracentesis more than 5 liters. It is associated with high rate of ascites recurrence, development of hepatorenal syndrome, delusional hyponatremia, high mortality rate. اللي هو ده اللي منديهم اللي ما نسحب كتير لازم نديهم فلويد وهو ما فلويد منديهم البيومين. انا متذكره زمان بيقولوا بدهم البيومين. طيب بروفايلاكسيس انتيبايوتيك تو ريديوس ريسك اوف سبونتينيوس بكتيريال بروتونايتيس نايس ريكومند اوفرينج بروفايلاكسيس اور سيبروفلاكساسين اور نورفلاكساسين فور بيبل ويث سيروزيس اند اسايتيس with acetic protein of 15 gram per liter or less until ascites has resolved. السيبروفلوكساسين والنورفلوكساسين بيستعملوا بروفايلاكسيس. طيب transjugular intrahepatic bortostomic shunt may be considered in some patients. بس هتعمل لي كم هتعمل لنا فولو بس Fifty-year-old woman present with a 12-month history of fatigue and pruritus. دي واضحة صح؟ من الهيستوري صح؟ middle age female وفاتيج وبروريتس. تمام؟ عندها history بتاع autoimmune rheumatoid arthritis. Diagnosed for years. Has been flare of rheumatoid arthritis 2 years ago, requiring a course of steroid. He has never been on any disease modifying drug. Her present medication include naproxen 500 milligram BD, omeprazole 20 mg OD. On examination, evidence of scratch mark and ectric sclera. There is some fullness in the right upper quadrant of abdomen on palpation. The primary biliary cirrhosis, صح? واضحه يعني. من البروريتس مع روماتويد قلنا روماتويد والجوكرين والسيستميك سكلروزز ايوه بالضبط لها اسوشيشن مع تمام عندنا عندنا الانا بوزيتيف عندنا الانكا نيجاتيف وعندنا الاي ام اي بوزيتيف والاي اس ام اي نيجاتيف وات دراج can be used to provide symptomatic relief for patient pruritus. تمام؟ كوليسترامين صح. كوليسترامين. تمام. تالي برضه اليوريدوكسي كوليك بس كان كوليسترامين بتالي افضل منه. صح ولا ايه؟ صح. اليوريدوكسيك ده كان للبروجريشن بتاع الديسيز to slowing the progression. الكوليسترامين ده كان symptomatic يعني نقص البروريتس. كان ده بتاع البروجريشن؟ يعني هو بسلوينج البروجريشن حق الديسيز يعني. تمام انا فاكر انه فعلا في واحد فيهم كان بيشتغل برضو على قصه البروجريشن فعشان كده هو الافضل بنختار بس مش كان الكوليسترامين هو ده اللي بيقلل الكوليسترامين سيمتوماتيك ريليفنج بس يعني سيمتوماتيك بس تمام الله ينور عليك يا دكتور الله يخليك الكوليسترامين used to provide symptomatic relief of pruritus in primary biliary cholangitis or primary biliary cirrhosis. This patient has primary biliary cirrhosis. Patient with primary biliary cirrhosis is a classical middle-aged woman with a history of another autoimmune disease
rheumatoid arthritis in this case. Antimitochondrial antibody are present in up to 95% of the patient and is proportion of the patient with primary biliary cirrhosis have detectable ANA. Symptom of fatigue, pruritus are common. Patient with primary biliary cirrhosis and some cases can be extremely debilitating. Colostramine is useful first line to sequestrate bile acid salt. In the interlumen and to provide relief for patient pruritus. Other drugs such as colistibol or rifampicin can be used. Uridoxycholic acid is used to slow the progression of the disease, and the patient on his medication have shown biochemical and histological improvement. طيب شكرا يا دكتورة سلمى، ربنا يبارك فيكي. احنا قلنا طبعا الموضوع ده نعديه. دكتورة ميادة معانا؟ دكتورة ميادة تمام، ايوه معاك يا دكتورة. اتفضلي. طيب هنا هو بيسأل من الـ next step in this patient management. 26 سنة years old woman with a flare up of the ulcerative colitis since admission. She's been treated with IV steroid with cyclosporine. You asked to review her for discharge on day 4 on her admission. طيب في examination الـ patient temperature حقتها كانت 37.7، الـ pulse 91. She's opened her bowel 9 times today. اللي هو أكثر من 10 مرات. He has been eating and drinking and say she's feeling ready to go home. The abdomen mildly tender in the left flank, but otherwise soft with active bowel sound present. Current blood test اللي هو هنا عندنا ال ESR هو 35، CRP 98. طيب هي patient ulcerative colitis وتقريبا هي severe يعني لأنه هي الباول more than 9 times وما عندها systemic issues يعني temperature okay sorry and febrile patient 37 يعني عندها systemic illness. طيب بيسأل من هنا next step، أخذت ال IV steroid والcyclosporine، فقال هل حديها انفليكسيماب 5 ملغ بير كي جي، كومنس الديلي ستيرويد انيما ديشارج ويد ريديوسينج الكورس اوف اورال ستيرويد، او ريكويست الارجن ابدومينال راديوجراف اند سيرجيكال ريفيو، او كونسيدر الوبرامايد عشان الدياريا. هي ال 9 تايم بير دي زائد سيستميك ست اللي هي اي اس ار او سيري اكتيف بروتين، فهي سيفير التمبريتشر والبولس وكان اوريدي هي ادمتد وخدت اي في ستيرويد، وهم في ناس بيدوا اي في ستيرويد وبعدها بيدوا له سايكلوسبورين كمان معاه، لو ما استجابش بعد الاثنين دول فبيدخلوه بقى يعمل بقى سيرجري بقى خلاص مش اكتر من كده. ف ايرجنت ابدومينال راديوغرافي وسيرجيكال راديوغرافي، وطبعا ارثريتيف معقد شويه في المانجمنت بتاعته، نقراه كده ان شاء الله يبقى يتسهل ان شاء الله. طيب هنا قال the tool of and with criteria to help guide physician in management of ulcerative colitis. طبعا احنا هنقسمهم ل mild و moderate و severe. المايلد اللي هو عندنا الموفمنت او الاوبن باول حيكون اقل من 4 مرات في اليوم، ما حيكون عند حيكون التمبريتشر اقل من 7 يعني ما في برايل 37.8، البولس حتكون 90، الاي اس ار اقل من 30. طبعا ما عندها نو انيميا نو سمول اماونت اوف بلود ان ستول. المودريت عندنا حيكون اللي هو الاوبننج باول حيكون من 4 إلى 6 مرات، بيكون البارامتر سيم فور مايلد يعني حتكون في البارامترز يعني شويه يعني ما حتكون فيري حتكون مايلد بالنسبه لنا.
طيب بالنسبه للسيفير ده اللي حيكون اكتر من 6 مرات بلس 1 اور مور سيستميك فيتشر، اللي هم يا حيكون عندهم التمبريتشر عاليه يعني 37.8، البلس اكتر من 90، الاي اس ار اكتر من 30، وحيكون عندهم فيزيبل بلود ان ستول والانيميا. طيب هنا في السيناريو البيشنت عنده سيفير اكسسبريشن اوف ديزيز despite the medical treatment as a result early involvement of the surgeon is paramount as it's likely that she will need surgical intervention. يعني ما استجابت فاحتمال تحتاج وبعدين هي سيفير يعني يعتبر. طيب assist and document on admission and then delay and then daily the likelihood of needing surgery for people admitted to the hospital with acute severe ulcerative colitis. Be aware that may be an increased likelihood of needing surgery for people اللي هم عندهم الحاجات اللي حنذكرها حاليا، يا اما يكون عندهم stool frequency اكثر من 8 مرات per day او pyrexia او tachycardia abdominal x-ray showing chronic dilatation. طيب هو تقريبا هنا قصد الميجا كولون ولا low albumin او الهيموغلوبين high platelet count CRP اكثر من 45. Bear in mind that is normal volume different in pregnant يعني woman هيتأثر لو كانت pregnant. طيب يعني هو نفس الحاجات اللي احنا للسيفير بيشنت هي حتكون نفس الحاجات اللي ممكن تزيد اللايكليهود للبيشنت تو نيد سير يعني for surgery. طيب هنا التريتمنت زي ما قلنا هو تقريبا نفس الكلام اللي قلناه فوق قلنا نايس ابديت الجايد لاينز عشان فور مانجمنت اوف ulcerative colitis فقسمناهم على حسب السيفيريتي مايلد ومودر سيفير زي ما قلناهم فوق اللي هم دي الاربعه و بيكون معاهم small amount of blood أو moderate من 4 إلى 6 بيكون معاهم varying amount of blood بس ما عندهم systemic upset يعني ما في fever ما في tachycardia ما في السيفير اللي هم بيكونوا أكثر من 6 مرات وديل طبعا بيكون عندهم feature systemic upset اللي هم البايركسيا والtachycardia والraise inflammatory marker. طيب بالنسبة للtreatment أول حاجة حنبدأ inducing remission ف حتى في الانديوسينج ريميشن عندنا بالنسبه عندنا اثنين اللي هم للمايلد والمودريت وعندنا الاكستنسيف او السيفير كولايتس. تمام طيب المايلد والمودريت حنقسمهم على بروكتايتس والبروكتوسيجمودايتس والاكستنسيف ديزيز. طيب احنا في البروكتايتس حنبدا بندي اللي هو توبيكال امينو سايكليت for distal colitis rectal mesalazine has been shown to be superior for rectal steroid. هنا حنستخدم اللي هو topical mesalazine. تمام لقوا انه هو افضل من الريكتال ستيرويد وممكن نستخدم معه اللي هو الاورال امينو سايكليت. If remission not achieved خلال 4 أسابيع لو ما حصل اي improvement انا هنا حضيف اللي هو الاورال أمينو سايكليت. هنا تؤدد أوكي هنا تؤدد حضيف عليه الأمينو سايكليت. الريميشن still not achieved هنا ممكن أزيد التوبيكال أو الأورال كورتيكوستيرويد. تمام ده بالنسبة للبروكايتس. طيب للبروكتوسيجمودايتس لو والليفت سايد ulcerative colitis في الحالة دي هنا كمان حكون approachable فحندي التوبيكال الأمينو سايكليت. لو ما حصل أتشيف خلال 4 أسابيع حين حنضيف هاي دوز أورال أمينو سايكليت يعني نفس الفكرة الأولى نفس الفوق يعني أو نعمل سويتش لهاي دوز أورال أمينو سايكليت أند توبيكال كورتيكوستيرويد. تمام البداية واحدة لكن هنا ممكن إحنا نعمل سويتش لهاي دوز أمينو سايكليت ومعها توبيكال كورتيكوستيرويد. طيب لو الريميشن ستيل نوت أتشيف حنوقف التوبيكال تريتمنت وحنستخدم هنا اورال اللي هو حيكون اورال امينو سايكليت واورال كورتيكوستيرويد. طيب بالنسبه للاكستنسيف هنا التوبيكال الامينو سايكليت والهاي دوز اورال امينو سايكليت. تمام الريميشن نون اتشيف خلال كمان لو احنا حصل ما حصل اتشيف خلال 4 أسابيع هنا حنوقف التوبيكال تريتمنت وحندي هاي دوز امينو سايكليت واورال كورتيكوستيرويد يعني نفس تقريبا قريبه من الفوق.
تمام، خلينا معلش اعمل اتفضل. تمام نحفظها مع بعض. هي لو في الريكتم بس، لو في الريكتم هبدأ توبيكال بعد 4 أسابيع ما حصلش نو أشيفمنت، أقلب على الأورال ميثالازين، والميثالازين هو اللي إحنا بنبدأ بيه بشكل عام. لو ما جابش نتيجة بعد كده نبدأ بقى ندخل الكورتيكوستيرويد سواء توبيكال ولا أورال. طيب اللي هو اللي واخد لغاية الليفت سايد أرثريتيك كولايتس، هنبدأ برضو توبيكال ميثالازين بعد 4 أسابيع ما جابش نتيجة هنضيف الأورال زي فوق برضو بالظبط، بس اللهم هاي دوز. ولو ما جابش نتيجة هوقف التوبيكال واديله 2 اورال. في الاكستنسيف هبدأ من الاول ميثالازين بقوة توبيكال واورال من الاول، 4 اسابيع ما جابش نتيجة هوقفه وابدأ بالتو اورال. تمام، يبقى الميثالازين احنا بنبدأ بيه بشكل عام يعني. بالظبط. تمام، طيب بالنسبة طيب للتغيير هنا لو عندنا كان سيفير كولايتس، هنا حنعمل ادمشن ولازم تتريد ان هوسبيتال. حنبدأ هنا انترافينوس ستيرويد. It's are usually given first line. Intravenous cyclosporine may be used if the steroid is contraindicated. لو ما نفع معنا أو عندنا أي مشكلة عن الستيرويد فهنا بندي cyclosporine. طيب if after 72 hours there's been no improvement, consider adding intravenous cyclosporine to intravenous corticosteroid or consider surgery. يعني أنا في الأدمشن يعني هعمل أدمشن وحابدأ بالستيرويد، ما عنده مشكلة مع الستيرويد حديله سايكلوسبورين، ما نفع خلال 72 hours أو هم 72 ساعة حديه الاثنين مع بعض اللي هم السايكلوسبورين والانترافينوس ستيرويد، غير كده to consider surgery يعني. تمام. طيب ال maintaining remission هنا احنا عندنا following a mild to moderate ulcerative colitis flare عندنا بالنسبة للبروكتايتس والبروكتوسايجموديتس اللي هو حيكون المينتيننج حقنا توبيكال ريكتال امينو سايكليت الون ديلي اور انترميتنت اور او انا حدي اورال امينو سايكليت مع توبيكال ريكتال امينو سايكليت ديلي اور انترميتنت، او انه ادي اورال امينو سايكليت by itself this is may not be effective other effective as the other two options. تمام، يعني يا اما انه ادي توبيكال توبيكال يا اما اني ادي توبيك اورال ومعاه توبيكال، لكن هو قال انه اخر حاجه الحل الاخير انه ادي اورال بس ما حيكون that much effect يعني no not be effective. طيب ده بالنسبه للبروكتوسايجموديتس والبروكتايتس. الليفت سايد عنده المينتنس هنا بحندي لو دوز من الاورال امينو سايكليت. تمام، هنا قلنا الاورال امينو سايكليت فوق ما حينفع او يعني نوت ماتش افكت، هنا في الليفت سايد حيكون هو يعني الاوبشن. طيب فولوينج السيفير ريلابس اللي هم اكثر من 2 اكسس ريبريشن ان باس يير، هنا حابدا ادي ازيثروبين او اورال ميركابتوبيورين. طيب other point methotrexate not recommended for the management of ulcerative colitis in contrast to Crohn's disease. There is some evidence that probiotics may prevent relapsing in patient with mild to moderate disease. يعني الميثوتراكزيت هو هنا على الأرجح إنه not recommended للأسريتيف ممكن يعني مقارنة مع الكرونز و some agents that probiotics أيوة أوكي هنا البروبيوتكس ممكن ينفع إنه to prevent a relapse بس بالنسبة للpatient mild to moderate. تمام. طيب هنا 32 years old female presented significant upper GI bleeding. She's been vomiting frank blood over the past 36 hours. She has have a history of chronic back pain and admitted to taking naproxen over the recommended daily dose, especially over the past 2 weeks due to the flare up of the of her pain. طيب عندها GI bleeding وكان عندها back pain وبتاخد في naproxen
اللي هو في الـ recommended يعني في الـ recommended dose اللي أصلاً هي ماخدها especially over the past 2 weeks طيب. وحصل أيوة بسبب المشكلة بتاعت البين يعني. في الـ examination she's appear pale and her abdomen soft and localized tender in epigastric region. تمام البلوت حقها كان 86 بلوت بريشر 86 على 50 هايبوتنسيف والبلس 110. طبعا انفستيجيشن هنا عندنا البيشن 58 انيميك البليتس فيري لو بليتس 60 التوتال 5 with regard to blood transfusion in this patient case what pre endoscopy best overall outcome. طيب هو سؤال يعني بيسأل عن سطب يعني لل for الاندوسكوبي assessment يعني للبيشن أنا عايز أدخله على الاندوسكوبي فأنا التارجت هيموجلوبين المفروض يكون من كم لكم 50 ل 70 70 ل 80 100 110 120 ل 130 no evidence of any difference of pre-endoscopic hemoglobin out and outcome. ليجيك احنا بننقل بلد تحت 7 صح؟ فيعني لو 70 ل 80 قلنا 70 ايوه ولا اكتر تقريبا 70 80 تمام. طيب هو قال recent evidence show that a conservative blood transfusion in the setting of acute upper GI bleeding produce better outcome compared to liberal blood transfusion. هنا يعني أنا اللي حديه وقبل أنا حديه عشان أنا ما فاهم الحتة دي صراحة. الconservative يعني أنا البلد اللي حديه في البليدنج بيتر اوت كوم compared to liberal liberal يعني ان انا بنقل براحتي يعني ما عنديش مش متقيد بحاجه يعني بنقل براحتي اما هنا عشان يعمل المانوفر ده بيتهيألي اقل حاجه يعني المينيمم يعني انه يطلع لغايه 8 من 7 ل 8 liberal معناها يعني هنا براحته يعني ما عندوش اي قيود او حاجه زي كده يعني. اوكي طيب هو قال ان important observation was that there was an important in survival rate with the restrictive transfusion strategy there was a reduction in the risk further bleeding the need for rescue therapy and the rate of complication. طيب انه هي كمان نفسها يعني هتحسن ال صراحة ما قد النقطة دي اللي هو البلاد يعني أنا أفضل إنه أنا أنقل عشان البروسيدرز يعني قبل عشان to avoid the complication يعني أو مثلا أكون مستعدة لو حصل أي bleeding يعني أثناء البروسيدرز. والله أنا السطر اللي تحت ده مش عارف هي study يعني قصدهم إن هو اللي بيتنقل له يبقى below 70 had better outcome compared to those receive blood transfusion أقل من 10 يعني حاجة برضو مش عارف لو حد يعرف حاجة في القصة دي يقول لنا survival rate في restrictive transfusion strategy. يعني أنا الحاجة اللي فهمتها أيوة إنك أنت يعني ما تخلي البيشن يصل لمرحلة إنه بتهيألي يعني التارجت ده هيبقى يعني كويس عشان ما يحصلوش بليدنج تاني والاوت كام في الاخر ايوه لا دي يمكن او حاجه زي كده يعني شافوا الناس اللي بتنقل لها دم وكانوا كان بيتر اوت كام من الناس اللي وصلوا لغايه 10 ايه يعني انا عندي مرحله البيشن ممكن يعني بالنسبه ليا مانجبل انه 70 وادي له كمان بلود يعني او مثلا ده التارجت حقي يكون ف مانجبل يعني لانه ان ريسك اوف بليدنج. تقريبا هو ده الحاجه اللي انا فهمتها من الكلام يعني يعني انا ما اصل لمرحله انه ليه يعني كده
يعني هل الدم ما هو لما ارتفع قوي هيعمل لا هو مش قصده يعني انه قصده يرتفع. يعني ما نتأخرش عشان نخش بالإنديسكوب عشان ما يحصلش فاردر بريدنج، ولا مش عارف بصراحة قصده ايه بالظبط. هو الاندوسكوبي نفسه هو اساسا ممكن يكون ريسك لبليدنج، تمام؟ فهو كلامه يعني انا الفكره اللي فهمتها من اكسبلينيشن انه انا البيشنت يعني ما مفروض اخليه يصل لمرحله سيئه، يعني مثلا حد اقل من 50 عشان، او اقل من 50 من 70 عشان انا مثلا ممكن عشان اديله بلاد ترانسفيوجن، لا. فانا ممكن يكون من قبل ما اصلا اوديه، من قبل ما اديله بلاد اوصل التارجت يكون 70 وفوق، عشان لو حصل بليدنج البيشنت ما يحصل ما يعني كولابس، ما يحصل له كولابسنج او كده يعني. هي دي الفكره، بس هو هو شارحها في بطريقه الفكرة اللي هو شويه don't rush، يعني don't rush ان انت تنقل blood، يعني كل ما تكون restrictive وما تنقلش، خلي الثريشولد بتاع النقل بتاعك اللي هو يبقى اقل، يعني اقل من 70، طبعا. يعني مش حد طب اقل هو من ده 10 ان مثلا جنرال تيجي رايح للطلاب، تنقل له. ده بيتهيألي ان جنرال نقل الدم بيكون اقل من 7 بنبدأ ننقل، يعني قصدي اقل من 10 ننقل ليه اصلا بشكل عام. هو بقولك، هو ده مش بقولك حتى ده بيتر اوت كام، يعني في الدراسه بتاعت فينال وفيفا دي كانوا اسمه ده، لقوا انه ده فعلا، ان هو انت ما دونت راش، ان انت فاكر ان انت مثلا كده هيبقى احسن يعني، تمام، يعني من يعني زي ما انتوا فاهمين اعتقد، صح؟ اقل من 7 بيبقى التارجت بتاعي من 7 80، يعني ده اللي نطلع بيه من الصديق، صح كده؟ خصوصا يعني طول انت ما انت اكتر من 70 مش محتاج ترانسفيوجن، ده انت في يعني cut off point. تمام. طيب نكمل يا دكتورة ميادة. طيب هنا هتكلم عن الـ acute upper GI bleeding. هو هنا قال إنه نايس publish guidelines في 2012 to manage الـ upper GI bleeding most commonly due to either اللي هو دائما السبب الأكثر بيكون إنه peptic ulcer disease أو esophageal varices. طيب some key point details. طب هنشوف الـ risk assessment هنا. إحنا هنستعمل اللي هم حاجتين، اوكي. هنستعمل البلاتشفورد سكور ده عشان الاسسمنت، اللي هو الاسسمنت قبل ما نعمل الاندوسكوبي، والتاني هنعمل الريكول ده عشان نشوف الريسك اوف بليدنج يعني او الريبليدنج. طيب البلاتشفورد سكور ده هنا اللي هو هنشوف اليوريا كويس على حسب كده 5 ل 6 من 6.5 لحد 8 هنديه 2، من 8 ل 10 هنديه 3، أكت من 10 ل 25 هنديه 4، أكتر من 25 هنديه 6. طبعا كل ما زاد كل ما يعني كل ما كان يعني more severe. الهيموغلوبين بالنسبة للمين اللي هم من 12 ل 13 هنديه نقطة، من 10 ل 12 هنديه 3 نقط 3، أكتر أقل من 10 هنديه 6، تمام. الوومن لو كانت من 10 ل 12 هتاخد نقطة، لو أقل من 10 هتاخد 6. طيب بالنسبة للبلود بريشر، بالنسبة للسيستول هنا هنشوف السيستول لو كان من 100 ل 109 هياخد نقطة، من 90 ل 99 هياخد نقطتين، أقل من 90 هياخد 3. الـ other markers هنا البولس أكتر من 100 هياخد نقطة، الـ presentation with melena نقطة، presentation مع syncope 2، الـ hepatic disease 2، الـ cardiac failure 2. طيب ال patient with the Blatchford score of 0 be considered for LHR، يعني خلاص انا لو طلع عندي 0 يعني ما هعمل حاجه معاهم، تمام. discharge. طيب هنشوف بالنسبه لل resuscitation هنا ال ABC wide bore intravenous access اللي هو ايوه دي ال ABC اللي هنعمل لل patient on admission. هنعمل platelet transfusion if active bleeding، لو عنده active bleeding وال platelet count اقل من 50 هنا هياخد بليتلت. fresh frozen plasma to patient who have either fibrinogen level أقل من 1 أو البروثرومبين ال INR ratio or active activate ال activated partial thromboblastin time أكتر من 1.5 time normal، تمام.
تمام. هنديله هنا بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت تو ذا بيشنت هوز تيكن وارفرين او عنده اكتيف بليدنج. ده طبعا الاي بي سيز بتاعت الريسيشن. طيب هنجي لموضوع الاندوسكوبي. هنا الاندوسكوبي should be offered immediately بعد resuscitation in the patient with a severe bleeding. All patient إنه مفروض يعمل اندوسكوبي خلال 24 ساعة من الـ presentation. طيب هنجي للمانجمنت. المانجمنت هنا عندنا المانجمنت للنون باريسيل bleeding وعندنا مانجمنت للباريسيل. بالنسبة للنون باريسيل نايس don't recommend to use the BBI before the endoscopy to patient with a suspected non-variceal upper GI bleeding. Although BBI should be given in patient with non-variceal upper GI bleeding and stigma of recent hemorrhage show at endoscopy. هنا احنا ما حنديه قبل الاندوسكوبي، لكن احنا ممكن نديه للنون-variceal upper GI bleeding and stigma of recent hemorrhage show لو كان عنده يعني ظاهر في الاندوسكوبي يعني كان في indication. If further bleeding then option include repeat endoscopy, interventional radiology and surgery. لو حصل bleeding هنعيد الاندوسكوبي و interventional radiology and surgery. طيب بالنسبة للفاريسيل bleeding هنا أول حاجة البيشن هنديه تريبليسين وحنديه بروفلاكتيك antibiotic should be given to patient at presentation هو قبل الاندوسكوبي. طيب لما نجي نعمل اندوسكوبي هنعمل band ligation should be used in esophageal varices and injecting of an amputyl to cyanoacrylate for patient with the gastric varices. هو طبعا هنا اساسا يعني هم كانوا بيقولوا سكلوروثيرابي والband ligation مش عارف ايه، فلقوا انه الband ligation هو superior على السكلوروثيرابي، يعني دي اخر حاجه كانوا بيتكلموا عنها. بالنسبة للتيبس should be offered in bleeding for varices is not controlled with the above measure. لو أنا فشلت في إنه أعمل يعني كل الحاجات دي، وطبعا في نقطة هنا ناقصة يعني أعتقد إنه بعد الباند ليجيشن لو أنا I felt إنه مثلا استيل أنا عندي bleeding مفروض يعني على طول اللي هو اللي هي الجيوب دي exactly Blackmore tubes يعني. فأنا مفروض إنه في نقطة دي أنا يعني مفروض إنه يذكرها بس أنا ما عارفة هي ما ذكرها، فدي حتكون النقطة الثالثة تقريبا. وبعد كده أنا فشلتها همشي على التيبس على طول. سنجستيكيان صح؟ سنجستيكيان سنجستيكيان Blackmore tube Blackmore tube yes. طيب هنا سؤال حلو خفيف. 42 سنة جنتلمان جاء للهيباتيك كلينيك ريسنتلي دايجنوز هيباتيتس بي، طبعا ده بعد اللي هو سكشوال هيلث سكرينينج. كرنتلي الليفر فانكشن كانت نورمال نو اذر ميديكال بروبلم هيز كونسيرن اباوت ديفلوبينج سيروزس اوف ذا ليفر. بيسال وات ماركر يوزفول تو ديترمين الريسك ديفلوبينج سيروزس من هيباتيتس بي. الحاجة اللي أنا بتديني أي إيحاء إنه مثلاً البيشنت ممكن والديفلوب السيروزز يعني. طيب هل هو اللي هو سيرفس البي سيرفس أنتيجين، البي سيرفس كور أنتيبودي، البي كور أنتيجين، البي دي أيوة دي إن إيه بالضبط، لأنه هو الفيرال صح؟ نعمل بي سي آر الفيرال لود. فيرال لود بالضبط. هو عنده علاقة مباشرة يعني كل ما كان ال DNA أو الفيرال لود أعلى كل ما ريسك ذات. طيب هنا بيقول الكوركت أنسر هو ال DNA level will be determined viral load and quantify the level of the infection. Surface antibody is useful in determining the immunity. هنا بيعمل يعني بيقول لي الباقي لأ اللي هو قلنا السيرفيس أنتيبودي ده حيورينا الإميونيتي، يعني الكور أنتيبودي بورينا البريفيوس أو الكرنت إنفكشن. الانتيبودي واز ذا اد ذا اد ذا الاي انتيبودي اللي هو الاي يعني الانفكتيفلي تمام. طيب الاول اذر